السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة. مشكلة وكارثة جديدة في الكرة المصرية، والموضوع من امبارح وهو يعني متأجج ومحدش عارف الصح من الغلط ومحدش عارف الموضوع هيرس على ايه. موضوع كبير جدا ألا وهو فيديو مرتضى منصور اللي تم تسريبه امبارح، واللي الناس منقسمة، ناس تقولك هو وناس تقولك مش هو، ناس تقولك صوته وناس تقولك مش صوته، ناس تقولك متركب، ناس تقولك لا متفبرك، ناس تقولك لا عادي. تفاصيل ومواضيع كتيرة جدا وردود أفعال كتيرة جدا من النادي الأهلي ومن لعيبة كرة القدم الحاليين والمعتزلين والصحفيين، والدنيا مقلوبة من امبارح وما قعدتش. فعلشان المواضيع كبيرة وعلشان ما كبرلكش الفيديوهات جدا، انا هقسم لك الفيديوهات دي على اتنين. ده اول فيديو ان شاء الله هتشوفه، وهو يعتبر ردود افعال لاعبين حاليين ولاعبين سابقين زي كهربا، زي كابتن وائل جمعة، زي كابتن اسامة حسني وهكذا. والفيديو ان شاء الله اللي هيكون بعد ده هيكون فيديو عن موقف النادي الاهلي، لان موقف النادي الاهلي كان في اكثر من اتجاه، يمكن في اتجاه لرئاسة مجلس الوزراء، اتجاه لمجلس النواب، اتجاه للنائب العام، و حاجات كتير جدا عملها نادي الاهلي. فاستأذنك قبل ما نخوض في الحلقة ونسترسل في التفاصيل، اعمل اشتراك في القناة في تحت زرار احمر مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، دوس عليه وفعل الجرس اللي جنبه عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك على الفيديو، مستني تعليقك على محتوى الفيديو. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن معظمنا، مش هقول كلنا، شفنا الفيديو بتاع امبارح اللي نزل وقلب وسائل التواصل الاجتماعي، شفناه نزل على الفيسبوك، على تويتر، على مش عارف ايه وهكذا. يمكن انا للاسف ما اقدرش اعرض لكم الفيديو طبعا علشان حاجتين. اول حاجه والطبيعي واللي احنا متفقين عليه من اول ما عملنا القناه، ان ممكن لو حد عنده قناه يوتيوب، برضو بقوله للناس اللي لسه بدا يوتيوب جديد، لو حد عنده قناه يوتيوب ودخل عمل او خد محتوى فيديو ونشره عنده على القناه والمحتوى ده مكرر او في اي قناه ثانيه نشرته، ممكن الموضوع ده يعمل له مشاكل في القناة، يوقف له ربح، يقفل له القناة، يجيب له مخالفة. وتعرفين طبعا ان اي قناة لو جالها اكثر من 3 مخالفات بتقفل تماما، فالموضوع مش محتاجين نخاطر عشانه. الحاجة التانية طبعا ان الفيديو سواء كان الفيديو ده فعلا حقيقي او مفبرك، ايا كان في الحالتين هو الفيديو صعب جدا وفي كلمات صعبة جدا وشتايم بالام وشتايم قوية على كابتن محمود الخطيب وكابتن كهربا وعلى مصر تقريبا كلها، فمش هينفع ان انا نزله سواء كان مفبرك او فيديو حقيقي. ده مش احنا اللي نقدر نقيمه ولا احنا نقدر نعرفه، لا ده اهل القانون والحكومة هي اللي تقدر تعرفه لو فحصوا الفيديو، ده مش بتاعنا احنا يعني. يمكن بعد الفيديو ده ما نزل وانتشر والناس بدأت تتكلم عنه وبدأ يتعمل له ترندات على تويتر وهاشتاج وهكذا، يمكن نشر المستشار مرتضى منصور على صفحته سكرين شوت كده من حد يقال يعني ان هو اسمه ابو سنيدة، ومستشار مرتضى منصور اشار ليه وقال ان ده سكرين شوت هو بعتها له ابو سنيدة على الموبايل الشخصي بتاع المستشار مرتضى منصور، ونزل سكرين شوت وكتب فوقيها: أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا كشف فيه تلقيه رسالة من ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة، يؤكد فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك. وقام أبو سنيدة عن طريق أذنابه في مصر بنشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسيء فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنة بينها وبينه. ووصف المستشار مرتضى منصور ما حدث من الضابط القطري بأنه فاشل وعبيط، لأنه إن نجح في تقليد الصوت متسائلا فأين صورته وهو يتحدث، مختتما بقوله للضابط القطري: يا أهبل بطل قزارة وتم كشفك أمام الرأي العام لمعرفة غبائك. ده كان بوست نزله المستشار مرتضى منصور على صفحته الرسمية على الفيسبوك امبارح، وألحقه ببوست آخر وبرضه في سكرين شوت من يعني حد اسمه تقريبا أبو سنيدة، برضه المستشار مرتضى منصور نزل السكرين شوت اللي دي مبعوتها له يعني، وكتب على هذه السكرين شوت: كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن فضيحة ومهزلة جديدة بطلها ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة. تلقى رئيس الزمالك على تليفونه الخاص في تمام الساعة 3:54 فجر اليوم الأحد رسالة من الضابط القطري يعترف فيها بأنه من قام بفبركة التسجيل الكاذب الذي قام بنشره عن طريق أذنابه في مصر وعملائه المعروفين بالاسم ليفضحهم أمام الجميع ويثبت أنهم متورطين في هذه المهزلة والفضيحة.
وكان أبو سنيدة قد قام بتهديد رئيس نادي الزمالك بأنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك، وفبركت تسجيلات صوتية له لإحداث فتنة بينه وبين بعض الشخصيات في مصر. ده برضو كان بوست تاني ألحق بالبوست الأولاني من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعقيبا على نشر الفيديو اللي أعتقد كانت مدته ما تتعداش النص دقيقة، وكان فيه شتايم صعبة جدا لكهربا وكابتن محمود الخطيب، وشتايم يعتبر على مصر كلها يعني، ويمكن اتقال في الفيديو كلمة كده ان مصر ما فيهاش راجل حاجة زي كده يعني. ف يعني احنا عايزين نعرف الفيديو ده حقيقي ولا مفبرك، يعني في ناس تقول لك حقيقي و100% وناس تقول لك لا مفبرك، فمحدش فينا فعلا عارف حاجة، ولا حد يقدر يقول صح ولا لا غير لما يطلع قرار رسمي او بيان رسمي من الحكومة المصرية المتخصصة في هذا الشأن في حالة تم تقديم لها بلاغ بالتحقيق في هذا الشأن. طب تعالى سريعا كده نشوف رد بعض اللاعبين زي مثلا كهربا ووائل جمعة وأسامة حسني وهكذا. هنشوف رد كابتن وائل جمعة قال ايه. قال كفاية يا اخي الواحد بعيد وزهقت وقرفت منك، بتتكلم على اشرف واحسن ناس وتخوض في عرضهم وشرفهم وانت اوسخ الناس، اخيرا حاجة بلدنا بلد رجالة وانت عرة الرجالة. يعني ده كان برضو رسالة من كابتن وائل جمعة، يمكن ما ذكرش فيها أسماء ولكن واضح هو قاصد مين من الكلام بتاعه. في برضو كان كلام آخر من كهربا طبعا بعد ما والدته تم الإساءة إليها في الفيديو. كهربا اتكلم بغضب وقال، حط صورته هو والدته طبعا ربنا يحفظها له، وقال وهل هناك أغلى من أمي ليهتز لها قلبي وكياني؟ إن كان بي خير فهو منك وبسببك يا أمي، نعل جزمتك أغلى وأطهر من اللي شتمك وسبك وتطاول عليك، اتعلمت منك ومن قلبك الطاهر أني أترفع عن أي إساءة تتوجه لي، لكن اليوم الإساءة كانت ليك يا أمي وبوعدك، وهذا وعد ودين علي ان حقك جايلك ولو طال الزمن، ضحيت كتير علشاننا وكانت فرحتك وانت بتشوفيني بحقق كل اللي كنت بطمح له، كنت بتهتمي بكل تفاصيل حياتنا ونبضات قلوبنا وبتدي بدون ما تنتظري مقابل الا انك تشوفينا سعداء، خلقنا لنلعب كرة قدم ونتنافس داخل الملعب وليس الخوض في الأعراض وإهانة من تعبوا في تربيتنا، ونحن في بلد كل يوم تتغير للأحسن ولا يرضى الشرفاء منهم هذه التصرفات، وفي انتظار موقف حاسم يرجع الحقوق لأصحابها. ربنا يخليكي لي يا أمي والعمر كله ليكي، ودايما معانا عايشين ببركة دعاكي لينا، وهاشتاج بحبك يا أمي. يعني ده كان رد كابتن محمود عبد المنعم كهربا على برضو الموضوع اللي حصل. ويمكن شفنا كمان رد كابتن أسامة حسني اللاعب السابق للنادي الأهلي، برضو كتب على تويتر على الأكاونت الرسمي بتاعه وقال رفع الحصانة والمثول أمام جهات التحقيق، هذا ما يجب في دولة القانون، مجلس الشعب لخدمة الشعب وليس لسب الشعب كل يوم. ده يمكن كان رد برضو كابتن أسامة حسني. فأنا عايز أقول لك إن أنا جبت لك مقتطفات من بعض الردود. الموضوع يا جماعة يعني أقول لك إيه، طيب تعال نتكلم في الشقين، أول شق الموضوع لو صح وتاني شق الموضوع لو غلط. الفيديو لو طلع صحيح ومش مفبرك وتم ثبوت صحته من قبل الجهات الرسمية المسؤولة، الموضوع صعب جدا ومفيش أي حد مصري هيقبل بيه تماما تماما تماما، ولا تقول لي بقى اهلاوي ولا زملكاوي ولا الكلام ده كله، مفيش اي مواطن مصري يقبل بيه، لان يعتبر تم اهانه الشعب المصري كله كله، واتقال في الفيديو كده ان مصر ما فيهاش راجل او ما فيهاش رجاله، فالموضوع هيبقى صعب جدا جدا. يمكن الفيديو انجاب من الظهر ومفيش حد بيتكلم ببقه ولكن نفس الصوت، فيقال ان في برامج بتقلد الصوت لكن نفس الاسلوب، قالوا واحد محترف شويه، فبرضه زي ما بقول لكم محدش يعرف. الفيديو لو طلع غلط يبقى موضوع برضو اعتقد مش هيمر مرور الكرام من المستشار مرتضى منصور. يعني هو في شقين، اول شق الفيديو صح يبقى اكيد
الموضوع هيكبر جدا وهيتم معاقبة المستشار مرتضى منصور من قبل الجهات الرسمية أو الجهات المسؤولة بسبب يعتبر شتيمة مصر كلها وكابتن محمود الخطيب وكابتن كهربا. ولكن لو طلع غلط أعتقد برضو المستشار مرتضى منصور يعني هيقدم للجهات الرسمية في الدولة زي قضايا أو بلاغات أنه يعاقب كل من أساء إليه أو من ظلمه أو من اتكلم عنه أنه هو الموضوع ده غلط. فلغاية ما يظهر الحق وهل صح وهل غلط من الجهات المعنية أدينا بنتابع وبنشوف التفاصيل وبنشوف آخر الأخبار والمستجدات. ويعني نتمنى أن عايز اقول لك ان اللي وصلت لي الرياضه المصريه حاليا هو كابوس. يعني نتمنى ان احنا نفوق من الكابوس اللي احنا فيه ده. وعمر الرياضه المصريه ما كانت كده وعمر الموضوع فيها مكان بهذا المستوى ولا الخناقات ولا البلاغات ولا الشتايم ولا الكلام ده كله كله كله. نتمنى من الجهات المسؤوله تدخل لحل هذه الازمه سريعا ويعني عوده الحياه لمجاريها وان الموضوع يقتصر بس على يقتصر يعني على شويه المناوشات اللي بين الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي بدون طبعا شتيمه او اهانه. ما يوصلش الموضوع لسب وقصف وشتايم ما بين الجمهورين ما بين الناديين. فيعني انا والله يعني الواحد ما فيش فيه حاجه غير ان هو يطلع يتكلم. ربنا ان شاء الله يعني يفك كرب الرياضة المصرية على خير قريبا ان شاء الله. كان معكم اخوكم عمرو عاطف في قناة صاحب الكورة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.